فكنظن الاعتذار ديال حمد الله احنا كشعب ما محتاجينوش كاع داك الاعتذار ديالو، لانه هو اصلا لاعب كبير اللي كان خصو يكون في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي. الاعتذار ديالو يعطي الاعتذار ولا ما يعطيش الاعتذار، نورمالمون خصو يكون في اللائحه الاوليه ديال المنتخب الوطني المغربي. وكنظن الا مشى الا قعد تحت تمشى ان شاء الله المونديال قطر، فكنظن غادي يتفاجئوا فيه، فهو بطل كبير وغيبقى بطل كبير. والسي وليد غادي يتفاجئ في شي حوايج في حمد الله اللي ربما ما كانش على باله. مرة أخرى كنقول حمد الله، فإلا قعد تمشى المنتخب الوطني المغربي ضمن التشكيلة فهذا فضل كبير، يعني كما كنقولوا كان خير كبير على القجع أنه لبى واحد الرغبة ديال الطبقة الشعبية كبيرة وبالأخص طبقة عبدة، الناس ديال عبدة دكالة. فهنيئا لحمد الله اللي مشى مع النخبة لكأس العالم، وهنيئا لنا به لان غادي نشوفوا فيه حوايج كثيره وغادي يكون ربما من احسن الهدافين في المونديال. المساله ديال البلاد ديال المغرب زعما كاينه، ما باقيش يكونوا هذوك هاد الهضره بحال هكا، يكون بنادم يجي ملي تعيطوا لك تلبي الرغبه ديال المنتخب، وداك الشيء كتحيد هذيك الهضره كامله ما كتبقاش لا اعتذار ولا داك الشيء. حيت البلاد هذه المغرب خصك تجي وتلعب وتضحي وتنازل، ما باقيش تقول انا كذا ولا قالوا لي ولا شي حاجه، جي ولبي النداء ولعب وتكل على الله. نتمنى تكون عنده اضافه، نتمنى يقدر هو عنده كاين عنده واحد الاشكال، هو ما كيبقى هو في اللعب ديالو كيبقى في الكاري ديزويت ما كيطلعش، كيبقى في اللور، خصو تجي الكرة، هذه هي النقطة اللي عنده شوية ما كيرجعش باش يجيب كرة ولا شي حاجة، خصك تعطي لي أنت الكوار، كيبقى في الكاري ديزويت، ونتمناو يكون إضافة. الحمد لله خويا يستاهل المنتخب وفي مستوى عالي ويمثل المنتخب المغربي في قطر في المونديال. وهذا السيد اللي ما عيطش ليه ولا شي حاجة راه إذا راه ما بغاش الخير الكرة المغربية، معلوم يستاهلها. واحد سميتو لاعب مهم في اسيا وما يجيش يلعب في المنتخب، راه دونك راه مهزله للكره المغربيه، معلوم هذا فيه هما هداف في المستوى، شي تعرف على حمد الله ويستاهل كل الخير ان شاء الله. وتنتمنى ان شاء الله تنتمنى السي القجاع يعيط ليه ان شاء الله، نتمنى السي القجاع يعيط ليه ويحيدوا هذاك هذا صاحبي هذا كذا، يعيطوا ليه راه في المستوى هو ويسال المنتخب المغربي. يعني اعتذار كان مقبول نظرا للمده اللي ما لعبهاش هو مع المنتخب ديال المغرب، يعني كيبان لي انا اعتذار مقبول. هو كان وقع عليه مشاكل مع اللعابه وتقلق ومشى من المعسكر ديال المنتخب المغربي، وكنتمنى يصلحوا المشكل هذا ويرجع يلعبنا مع المنتخب. اخويا الاعتذار ديالو مقبول بالنسبه للمغاربه كاملين، ولكن اخويا المشكل ديالو كيبقى بينه وبين الجميع، فهمتيني؟ وحنا المغاربه راه ما عندنا ما حتى شي مشكل، هذا هو الاشكال فهمتي؟ وحنا ما نقولوا لهم غيجيبوا لنا العز هذا ما فهمتيني؟ شوف هذاك كيبقى من حقه، انا ما نقدرش نحاسبه على هذيك القضيه. بالنسبه للجميع الا كانت بغات تحاسبه راه حاسبها، شوف فهمتيني؟ ودابا راه اعتذر فهمتيني؟ راه اعتذر دابا، وبنادم راه اي واحد راه كيدير خطا، راه ما كاينش شي واحد اللي يمنع عليه الخطا، راه المغاربه كاملين كيديروا خطا العالم كامل فهمتي؟ وحنا اخويا شوف غيدير نتيجه مزيانه، هذاك هي افضل حاجه عندنا فهم. وما كرهناش اخويا، رانا في واعر فهمتي، انا في ناضي، راه ضروري فهمتيني، راه من ناحيه كره راه عنده في رجليه، راه هو احسن من نصير، انا كيجيني هو احسن من نصير فهمتيني، نصير انا بعد ما كيعجبنيش جوج كوشيات فهمتي، هذا هو اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.